قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كدير هنا هيك لاباس؟ جيت نسول عليك ولا ما بغيتيش نجي لعندك المهدي؟ حاشا وراك نيت جيتي في الوقت. المهدي شوف قول لصاحبك يدخل تفضل معانا. زيد زيد اخويا زيد لامي دو مون امي اي مون امي. خلي عليك السيد راه ماشي ديال داكشي وديالك. خلي السيد يدخل ينشط مع راسو وينسى الدنيا. ولا حتى هو قطع كل شيء. مهدي يلا نمشي راه الوالدة ديالك والأخت ديالك مهولين عليك. يلا نمشي صاحبي. المهم قبل ما تمشي طلع طلع لشي صريف باش نجيبو شي باش نكملو النشاط ديالنا. شوف الأخ مهدي خاصو يمشي دابا لدارو والديه مهولين عليه. سير الله يهدينا ويهديك ولا نعس الشيطان وصل لدارك تنعس. وتحنا محتاجين ليك غيمشي علينا وهجرنا وخلينا بلا نفقة. يلا نمشيو مهدي شي شوف وسير وسير ورجع نشط مع راسي بوحدي. مهدي إلا كنت صاحبك عزيز عليك وعدني بلي آخر مرة غادي تحط رجليك في بحال هاد البلايص هادو. راني خديت قرار باش ما بقيش نرجع لهادشي. أسيدي تبارك الله عليك اللي لاحظت بعدها هو أنك ما شربتيش معاهم وهذه خطوة حسنة إن شاء الله غادي تبعدك على هاد الطريق هادي. راني بالعاني جيت هاد الليلة باش نتحدى نفسي وما شربتش باش نبقى واعي. وأنا ما بان ليا هادشي اللي داز كامل كيبان ليا غير خوال خاوي. ما تصورش أصاحبي شحال راني فرحان. حسيت براسي بحال درت معاك يدي وجاب الله التيسير. ايوا علاش كنتي باغية تنتحري؟ حيت في الوقت اللي تعلقت به هو قرر انه يسافر وانتي مرضيتيش قدام صحباتك. ماشي مسألة مرضيتش غير هادشي ما كانش عندي صحابات كانت غير سمية. حتى سمية ما كنتش كنعاود لها كلشي. باباك الوحيد هو اللي عرف كلشي من بعد ما تعرفت عليه. شفتي ماما اللي قلبه كبير واللي كيحب الطريقة خصو يكون كيحب الحياة. وما حمد الله الحمد لله الحمد لله الشكر لله بنتي. غير وكان في ديك الساعه ما لقيتش مع نهضر. وقتنا ماشي هو وقتكم. داكشي علاش باباك فاش فتحني في الموضوع ديال الجواج قبلت ماشي حيت نقدني من الانتحار. قبلت حيت عتقني من الضياع. خاصك تنسي هادشي كله. دابا فكرها في المستقبل ودفني الماضي. شفتي حتى هداك السيد ما عندك علاش تلومي ما عندك علاش تصوري لا تعلب ولا ديب. خاصك تعرفي واحد الحاجة انتي ما فشلتيش في حياتك. بالعكس انا فشلت بزاف. علاش؟ حيت حتى فاش قررت انني انتحر فشلت في الانتحار. كنا عليك الله طيرتيها من نخلع. ها دابا شوية مزيان وكملي لي كيفاش وقع لك حتى تعلقتي بهذاك الشخص وعشتي معاه في هذوك الأوهام؟ كانت في البداية غير مجرد نظرة. كل شيء كيبدا في النظرة. ومن بعد تأكدت بأن هو الشخص اللي كنحب يناسبني اللي بغيت.
يعني c'était le coup de foudre. Oui, tout à fait. ولكن مع الأسف غير جاوح. شي مهم هادشي كيوقع. على كل حال انا دابا غادي نديك لداركم باش ترتاحي، ولكن توعديني انك ما بقاش تفكري في هاد القضيه ديال الانتحار، وغنخلي لك الرقم ديال التليفون ديال الخدمه ديالي، يمكن لك اتصلي بيا في اي وقت. تفضل. بارك الله فيكم. سامحني لعبتك على خدمتك على السفر ديالك. ماشي مشكل، الا ما سافرتش اليوم انا غادي نسافر غدا. المهم تتحيدي من دماغك هذيك الصوره، والحياه راه كيف ما كانت وبالمشاكل ديالها راه تستاهل الانسان يعيشها. راه غادي يكون لك عندي واحد المفاجاه، انما بشرط الى فتحتي صفحه جديده وتصالحتي مع نفسك. متفقين؟ وكانت هذيك اول خطوه في طريق انا ما اختاريتهاش. يمكن لي نقول لك انها كانت مصنع القدر. ماما مكتب لكم الطلاق وتمنوا عش كل حب واحترام، بلا ما تحيي الماضي عافاك. استغفر الله، ولا حول ولا قوة. سيدي على سلامتك. شوف اخويا مهدي، ملي يكون شي مشكل لا قدر الله انا ديما موجود وبيتي مفتوح لك في اي وقت. بارك الله فيك. غير احتراما للوالده ديالك انا ما نقدرش نجي كل ساعه نقلق راحتها. سيدي من هذيك الناحيه غير تحنا، والده ديالي الله يهديها ديما في المستشفى، وكاع الا كانت بحال ما كايناش الحوار بيننا تقريبا شبه منعدم. هي في بيتها وانا في بيتي. حرام عليك، هذا هو الطريق المستقيم اللي كتحاول تهدينا ليه؟ انت خص لي ردك الطريق دابا. فين هو هاد البر بالوالدين؟ انا عارف اخويا مهدي بلي الجنه تحت اقدام الامهات، وقول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انا خويا مهدي ما كنديرش شي حاجه اللي كتخالف الشرع ديال سيدي ربي، ولكن اش نقول لك اخي مهدي، حاولت معها بجميع الطرق لكن مصممات تمادى في الخطا ديالها، وهذا هو سر الخلاف اللي بيني وبين الوالده ديالها مهدي. لا زبيدة لا عمرها دار، الوالده ديما كتشكر فيها الا ما فراسكش. الله يهديك مهدي. المظاهر كتخدع اخويا مهدي. دابا غير قول لي مهدي، منين كيجيب لك الله شريت هاد الفيلا هادي وهاد الرفاهيه اللي فيها حنايا؟ واش كتظن اخويا مهدي باللي المنضة ديال وحده ممرضه قادره تحقق هادشي هذا كله؟ انت راه بحال خويا مهدي، راه ما كنخبي عليك والو. الوالد ديالي مات الله يرحمه، ما خلي لنا حتى فرانك. يلا قول لي اخويا مهدي دابا، منين كيجيب لك الله جبت هادشي هذا كله؟ يلا جاوبني. عيب عليك تهضر على امك بهذه الطريقه. الصراحه نقول لك عبد الله، اذا البادره جات من عند بابا. ماشي غير البادره، باباك بقى حاضرني تقريبا عام، ولكن الحمد لله ملي تزوجنا كنا عايشين بخير حتى لذاك النهار المشؤوم اللي سولت فيه لو كان كان هو في بلاصه مول الطاكسي شنو كان غادي يدير. وقصة هادي اش من قصة؟ اي والله يدير شي تاويل الخير وصافي. حتى انا في الاول كنت كنغلط نفسي، كان كيصحب ليا بلي كانت مهدا في الخطا، لكن من بعد اكتشفت انها مصاحبه غير مع اكبر المرتشيات في المستشفى، غير القطاطعيه اللي كيحسنوا المرضى بلا ما. وهذا هو السبب اللي جعل العلاقه بيناتنا بارده.
احسن درجه اخويا. هادشي ما بغاش يدخل لراسي. منك واحد الحاجه عبد الله، امك الله يعمرها دار، كل شيء كيهضر فيها بالخير. هاد الهضره اللي قلت لي اللي قلتي لي كاع ما دخلتليش راسي انا الصراحه. الله يهديك اخويا مهدي، فين ما كنسول على هادشي كله منين جا ما عمرها ما عطاتني جواب مقنع، ديما كتفادى الاجابه. وهذا هو السبب اللي كيجعلنا عايشين برانيين في دار واحده، وهادشي اللي خلاني اخويا مهدي انني نمشي نقلب على خدمه وانا باقي كنقلب على قرايتي، وما ندمتش لانني كنتعلم صناعه غادي تفيدني من بعد. هكذا اخويا مهدي ما عمرني ما غادي نحتاج الفلوس، لانني شم فيهم ريحه الحرام، وحظ الله بيني وبين الحرام اخويا مهدي. ما عرفتش غادي نقول لك صراحه اسيدي، ما عندك ما تقول. كثرت عليك شويه بالمشاكل ديالي والهموم ديالي. شوف اخويا مهدي، راك بحال خويا، ماشي بحال خويا، راك انت هو خويا اللي ما عنديش، راك انت هو خويا. ولكن شوف مهدي، حاول توعدني انك ما تبقاش تخرج مع دوك اصدقاء السوء. عافاك اخويا مهدي، لما دير ليا عافاك. كنوعدك، كنوعدك كما وعد نفسي. من نهار تعرفت على واحد الدكتوره وليت واحد اخر. دكتوره هناء ملي تعرفت عليها وليت انسان اخر، تبدلت بزاف. ايوا سيدي، على هاد الحساب هاد الدكتوره هناء خاصها تزار. ان شاء الله ضروري ما خاصك تعرفنا عليها. ان شاء الله ان شاء الله نعرفك عليها. المهم ضروري انا ما نعتذر لها. انت بديتي من دابا في الاعتذار؟ وعلاش سيدي غادي تعتذر ليها؟ من بعد نعاود لك. يلا سيدي نخليك انايا. يلا تبارك الله عليك. صباح الله خير. صباح الله خير. الصباح راه قرب يطلع. يلا مع السلامة. السلام عليك. ايوا دابا كيف انتي حليتي عليا قلبك وعاودتي لي كلشي، حتى انا غادي نحل لك قلبي ونعاود لك كلشي. عارفة غاتهضري لي عاوتاني على مهدي؟ عاوتاني غادي نهضر لك على مهدي. ماما انا كبيرة وعارفة راسي شنو كندير. الوقت شحال كيطير حيت وانتي صغيرة كتجري قدامي، وكنت كنتمنى ان حتى خاك يبدا يجري حتى هو، ولكن الحمد لله الحمد لله. مالو خويا صلاح؟ تبارك الله عليه ذكي وغادي ينجح في حياته. كنت كنتمنى انه يتخلق بحال الوليدات اللي عاديين، ولكن الحمد لله الحمد لله. ماما هادشي اللي بغى الله ما عندنا ما نديرو. نهار تولد وخبروني بالإعاقة ديالو تصدمت، وتمنيت أنني عطيه رجليا، ولكن الغالب الله. ببساطة شنو زعما؟ ما عندك باباك؟ ما عندك ماماك؟ حاشا ماما قلتش هكا، ولكن بغيتك ما تنسيش واحد الحاجة. حتى انت فاش كنتي صغيرة دزتي من نفس التجربة، ما تعطيكش خاطرك تحرميني من الإنسان اللي بغى قلبي. هنا ما كنسمحلكش باش تخلطي الأمور، وما تندمينيش على النهار اللي عاودتلك فيه.
موقفي من هذه انتي عارفه ما يصلح لكش، ما انتي مستوى ولا هو مستواك، ومن غير هاد الشلاله راه دارهم غادي يعذبوك. شوفي ماما، حتى شي حاجه ما عندها اعتبار قدام داكشي اللي بيني وبين مهدي. اون بليس لي بريتو فير بو مو. ايوا لالا، حتى النساء والحرير ديال باباك عندك ساعه فكري في الجواج. بابا نهار غادي تخرج النتيجه ديال التحاليل غادي تحل المشكله ديالو. بونجور، صافا لاباس عليك؟ صافا. سمحي لي جيت عندك بلا ما يهد الدكتور هناء، ولكن كان ضروري ما نجي عندك، عندي بزاف ما نقول لك. شحال مرة كنقول لك بلاش ما نهضر الرسميات بيناتنا؟ مهدي يقال لي وقع حتى شي حاجة ما غتأثر على العلاقة ديالنا، تقدر تجي الوقت اللي بغيتي. اسمح لي يومين تمشي نجيب ساكي وأنا معك. خذي راحتك. قال زكي يقولوا What is a life without a wife. بالنسبة لي لهم المرأة قيمة كبيرة، وإحنا بالنسبة لنا الحياة بلا رجل هي اللي ما عندها قيمة. حتى أنتي، حتى الدراري اللي كنقولوا كنتزوجوا باش نديروهم ولاو كيخلعوا. ملي كيكونوا صغار كنتخلعوا عليهم، وملي كيكبروا هما كيوليو يخلعونا. انا بعدا والله ما مقلقاني شي حاجه، كي تزوجت كيبقيت هكذا. ولكن اختي شريفه كلام الناس كيدار في الخاطر. تنتي حمقي الا بقيتي كتديها في كلام الناس. فراسك الناس راه ما كيرحموش، تزوجتي وحله، طلقتي وحله، بقيتي ديال راسك وحله. اللي مهم هو ديري داكشي اللي في راسك، حيت الا عنتيهم راكي غتحماقي. جيت غير باش نعتذر لك عاوتاني على داكشي اللي صدر من الوالده. حتى انا كنت باغي نهضر معاك في هذا الموضوع، مي دي خاصنا نديرو لي بوين سور لي زي. انا مستعد عاوتاني نعتذر لك بالنيابه على الوالده. واش هادشي اللي جيتي غير باش تعتذر؟ باغي تقول لي شي حاجه اخرى؟ انت يا صاحبتي ودي تحركي شويه، عمري الفراغ ديالك، ما تبقيش جالسه وحاطه رجل على رجل. ايوا لالا من عندك شنو كتقترحي؟ ايوا نعطيك نصيحه وديري بيع. نشوف. ايوا نودي لالا ديري شي بيبي وعمري به وقتك، وما تبقيش داير رجل على رجل. فراسك الا سمعك سعيد كتقولي هاد الهضره غادي يكرهك، غادي يكرهك الى الابد. شوفي شوفي ليلى، عندك شي حل اخر؟ ما هذا راه ما منوش. ايوا الحل الثاني يا لالا هو انك تمشي تقلبي على راسك على خدمه، وما تبقاش هي جالسه وحاطه رجل على رجل. زعما راكي موجازه في الادب الانجليزي حسره. واش دابا انت صاحبتي ولا ماشي صاحبتي؟ كتضحكي عليا. انت عارفه موقف سعيد من هادشي، هو من الاول لالا كان ضد فكره ان المراه اللي مجوجه تشتغل. هذه من جهه، ومن جهه اخرى ولاد اليوم اللي عندهم الاجازه جديده وما خدموش لا حركه. ايوا هضر.
والله ما عرف اش باغي نقول كاع. وشنو دابا جينا هنا باش نبقاو ساكتين؟ انا جيت باش نهضر معاك على اساس ان هذه احسن مناسبه باش كلشي يعترف بالعلاقه ديالنا. ولكن اللي ما مناسبش هي الظروف ديالك وديالي. اش من ظروف؟ شوف امات، احنا ماشي باقين صغار، العلاقه ديالنا مرتبطه بقرار، وهذا القرار يا تاخذوه يا ما تاخذوش. ومادام الحاجه توليا هي مولا طريف الشوار، ما كنضرش تقدر دير شي حاجه هي ما موافقاش عليها. انا ما خايفش منها، ولكن مهدي حنا نقدروا نديروا حتى شي خطوه لقدام الا ما كانش ماماك موافقه عليها. ما نقدرش نتزوج بك زواج كله مشاكل، متفق معايا ولا لا؟ دابا انت كتوضعيني في واحد الموقف صعيب بزاف. انا وضعتك امام الامر الواقع. دابا الا الوالده ما كانش موافقه حنا ما نقدروا نديروا والو. مهدي دابا انت كيفاش كتصور حياتنا الا تحدينا العادات والتقاليد؟ انا ما كيهمني حتى شي واحد، حياتي انا اللي مسؤول عليها، اللي كيهمني هي انت، فهمتي؟ ايوا الحاصل انا غادي ندوز. عافاك خليك معايا شويه. لا غير خليني ندوز. وعرفتي بعدا انت اش غديري؟ سيري بدلي عليا هاد اللوك، وحيدي عليا هاد البلدي، ووجدي لراجلك شي حويجه مزيونه. ايوا بقيت تابعاني انا، انا راه ما عندي والو، لا تالي لا والي. والله ما سخيت بك. حتى انا ما سخيتش بك، غير وكان خليت عواطف شويه عيانه في الدار. فكرتيني حقا، غنشوف وقيت ونجي نشوفها. والله حتى نجي. مرحبا بك في اي وقت، الدار دارك. يلا وخليتك على خير في هاد الساعه. لا راه صافي انا جبتهم. وكيف كانت النتيجه ديال التحاليل؟ بيان سور. لا خصنا نعاودوهم. وعلاش؟ على والو، يمكن في المختبر تخلطوا لهم لي تيب، وحنا لابد نعاودوهم باش نتاكدوا من النتيجه. داكوغ، راني نخليك دابا كيتسناني واحد المريض. ابيانتو. خاصك شي حاجه؟ طاري كيضرني. لاباس عليك. وشي حاجه اخرى؟ لا صافي طاري. واخا سيري لا شومغ ديالك، انا غادي نجيب لك الدواء ونجي عندك. شكرا. بونجور دكتور. بونجور. أمدرا عاودتو التحاليل؟ إيه عاودنا. كيف كانت النتيجة هي هذيك؟ اش غادي نقول لك؟ ها النتائج، تصفحيها وحكمي بنفسك. شوف دكتورة هناء، النتائج واضحة وباينة. أنا كنتأسف لما نقول لك صلاح ماشي ولد سي سعيد. بصي
ما يمكنش ما يمكنش يا دكتور، انت حالين شي حاجه فيهم غلطه. شوف يا دكتوره هناء، انا عارف بلي المساله صدمه كبيره بالنسبه لك وصعيب عليك تصدقيها، ولكن هذا الشيء اللي كاين. امبوسيبل. احنا عملنا تحاليل جوج المرات والنتائج باينه وواضحه، لا مجال للشك. دكتور دكتور انا كنعرف ماما مزيان، ما يمكنليش نشك فيها، وبس انا عاد هضرت معاها. لا دكتور، لا دكتور كمان، التحاليل هادي شي حاجه بغات تفهم ليا فيهم، شي حاجه ماشي هي هذيك. شوف دكتور هناء، ما تخدعيش نفسك، هذه راه نتائج وحقائق علميه، ويمكننا نجزمو علميا ان صلاح 100% ماشي خوك. ماشي خويا؟ ماشي خوك، وهنا فين كاين السر. كيفاش حتى وصل صلاح للاسره ديالكم؟ المهم دكتور عافاك الله يخليك، هادشي بغيت يبقى بيناتنا بلا ما نقولوها لبابا، وعلى الاقل غير حتى نعاودو التحاليل ونزيدو نتاكدو. انا غادي نعمل ما بوسعي باش يبقى هادشي بقي الكتمان، ولكن ما تنسيش ان باباك كيدوز فواحد المرحله مرضيه حساسه بزاف، ويمكن هو يبحث عن النتائج ويحصل عليها بدون ما يحتاج لينا. الله يخليك الدكتورة هناء. عند الدكتور كمال. شكرا. هناء، أنا عملت معك هذا الحل لأنك زميلة معايا في العمل. أما في الحقيقة بابا كيخصو يطلع على هاد التحاليل باش يعرف باللي صلاح ماشي ولده. يا دكتور أنا ما قلتلكش لا، ولكن على الأقل غير حتى نعاودو التحاليل مرة أخرى ديك الساعة. ياك دلالتهم الدكتورة، ياك الواعية يا المثقفة يا مولاة الشواهد، كترغبي باش يخبي عليا انا الحقيقه، ها باغي تستري على امك، ها باغي تبقاو دائما تخدعوني، ولكن لا لا، القضاء صيفطني في الوقت المناسب باش نسمع كل شيء يقول ليا. لا بابا ماشي هكا. بعدي مني، بعدي مني، بعدي مني. راه انت ليا هذه النتيجه ديال التحاليل يا الدكتور كمال اللي كترجع للناس العقل ديالهم، حتى انت باغي تخبي عليا امر كيهمني انا، ولكن ما كاين باس، ماشي دابا وقت الحساب، من بعد من بعد. جاي ليك وناوي يدير شي مصيبة، النتيجة ديال التحاليل خرجات، صلاح مشى خويا، ماما ماشي وقت نشرح لك فيه، سيري ربي أنا مزوقة فيك.
لاباس اخويا. شوف الطاكسي اختي.